وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال الإمام الحافظ المفسر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل، قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته: ادخلوا في أمم، أي من أمثالكم وعلى صفاتكم، قد خلت من قبلكم، أي من الأمم السالفة الكافرة، من الجن والإنس في النار. يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أمم، ويحتمل أن يكون في أمم أي مع أمم. وقوله: كلما دخلت أمة لعنت أختها، كما قال الخليل عليه السلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقوله: حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي اجتمعوا فيها كلهم. قالت أخراهم لأولاهم، أي أخراهم دخولا، وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبعون، لأنهم أشد جرما من أتباعهم فدخلوا قبلهم، فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة، لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل، فيقولون: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي أضعف عليهم العقوبة، كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقوله: قال لكل ضعف، أي قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون.
وقوله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقالت أولاهم لأخراهم، أي قال المتبعون، أي قال المتبعون للأتباع، فما كان لكم علينا من فضل. قال السدي فقد ضللتم كما ضللنا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وهذه الحال كما أخبر الله تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذا كلام الحافظ رحمه الله. هنا الله جل وعلا قال ادخلوا في أمم، ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. الأمة هي الجماعة من الناس، الأمة هي الجماعة من الناس كما مر معنا. ورب العالمين قال ادخلوا في أمم قد خلت مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار. في هذا دليل على أن الكافر من الجن والإنس مصيره إلى النار. بقي المؤمن من الجن أين مصيره؟ مصيره الجنة. ومنهم من قال لا، لا يدخلون الجنة، وإنما الله جل وعلا ينجيهم من النار كما في قوله سبحانه أنهم قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم، هنا يجركم من عذاب أليم. لكن الصحيح أن المؤمنين من الجن في الجنة، والدليل على ذلك قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هذا دليل لمن خاف مقام ربه من الجن والإنس، لأنه قال بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس. وفي قوله سبحانه لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، بمعنى أن الله أثبت الطمث للجن والإنس وهذا يكون في الجنة، فهذا دليل على أن المؤمنين من الجن في الجنة ينعمون كما ينعم الإنس المؤمنون في جنة الله تبارك وتعالى. هنا في قوله كلما دخلت أمة لعنت أختها، الأمة المتأخرة تأتي وتدخل النار ويلعن بعضهم بعضا كما قال إبراهيم
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فالمتأخر يلعن المتقدم والمتقدم يلعن المتأخر. وما هو سبب اللعن؟ لأن المتقدم سن سنة سيئة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهكذا في قول الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فما من أمة لها سنن في الكفر والفسوق والعصيان فهي تتحمل، وإذا كان ابن آدم الأول الذي سن القتل ما من مقتول إلا وعليه كفل من ذلك الدم، لأنه أول من سن القتل. قال النبي: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كلما دخلت أمة لعنت أختها. إذا حصل تشابه في شيئين فيقولون: هذا أو هذه أخت هذا، هذه أخت هذا. قال الله: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. الآية العلامة. هنا لما حصل التشابه بالكفر وتكذيب الرسل والوقوع في الجرائم والعظائم، هذه الأمة أخت لهذه الأمة، حتى إذا اداركوا اجتمعوا. هذا فيه دليل على أن النار واسعة. اداركوا اجتمعوا، أي أدرك الآخر الأول ووصل إلى ما وصل إليه الأول. قال الله: حتى إذا اداركوا، أي اجتمعوا فيها جميعا، أي في النار. قالت أخراهم، أي الأمة أو الطائفة المتأخرة لأولاهم للمتقدمة: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. في قول الله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. لا يمكن. ولهذا قال الله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. بعض الناس ربما أخذك إلى المعصية وقال: ما كان من إثم فأنا أتحمل. لا يمكن ذلك. قال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. طيب، هؤلاء المتقدمون من الأمم ما بالهم يعذبون؟ لأنهم هم سبب الضلال والغواية، فهم لم يحملوا وزر غيرهم، وإنما غيرهم وقع فيما وقع فيه بسببهم. فانتبه أنت سنة سيئة، لأن الله جل وعلا قال: ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال الله: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ما معنى لكل ضعف؟ معنى ذلك: هؤلاء الذين كانوا سببا في إضلالكم لهم ضعف، وأنتم بسبب أعمالكم لكم ضعف، فكل
معذب ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، من فضل أي قد ضللتم كما ضللنا، ما فضلتم علينا. قال الله جل وعلا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، أي بسبب أعمالكم. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.